بيا يا اخواني، ده اشوفهم، ده اشوف اخواني، بيشوفوا اولادهم. انا وغاده مع بعض، احنا انا بنا هاي بنت عمتي، احنا مع بعض جينا، واحنا بنتين متضررات. يعني انا معي 5 اولاد، لو يجوا يشوف ما حيشوفوا، يعني يجي واحد من اخواني يشوف اولادي ما حيعرفوا، اولادي ما بيعرفوا اخواني. احنا بنشوفهم على النت، صحيح بنشوفهم على النت، بس النت على الفاضي، على الفاضي النت. نفسي انا احضنهم، نفسي ابوسهم زي الناس اللي بشوف اهلها، كل اهلهم بيروحوا بيشوفوا بعض، بس احنا ما بنقدر. انا بدي اعمل عمره، بدي اعمل حج، شو يعني؟ شو انا اسرع عليكم اذا طلعت من البلد ورجعت؟ يعني احنا مش حنضر حدا، انا مش هضر حدا. هذه مسكينه بنت عمتي حكت لي انا بدي اروح اتعالج لداني، ده انا كل مره والتانيه بتسوء عن الاول. بدكم مش تخلونا نطلع؟ خلينا نطلع يا طب، نعالج حالنا، نشوف اهالينا، انا والد نقضي حوايجنا، يعني بكفي هيك. اسمك واسمها والد؟ بكفي معاناه. انا اسمي غاده مصطفى بابا، اهلي كلهم في الاردن، في السعوديه كمان اهلي، وانا نفسي اروح على الاردن. الاردن منعت اني اجي. فاتن محمد سعيد ابو رياش، هذه بنت عمتي بتكون بالجواز الفلسطيني، لان احنا اولاد الوطن وابناء الوطن الفلسطيني كافه. احنا مش جايين من امريكا ولا جايين من اسبانيا ولا جايين، احنا اصحاب الارض، لنا حق في الهويه، ولنا حق في الفلس، في ال... في ال... في الهويه وال... والوطن والمواطنين والارض الفلسطينيه كلها. إيه انا احلم ثابت، جيت على قطاع غزه بتصريح الزياره سنه 2000، زوجي واولادي معهم هويات، بس انا ما معي، طلع لي بطاقه التعريف هذه لكن ما بقدر اسافر عليها. ابني احتاج لعلاج والعمليات في القدس، فاضطرينا تروح مع عمته، ويعني مفروض انا اللي اطلع معه لانه كان طفل رضيع ولازم انا اللي اكون معه. من حقنا الهويه، انا بدي اشوف امي، بدي اشوف اخواتي، ابوي توفى وامي مريضه، حاولنا نجدد الجواز بالاردن رفضوا. هناك بالاردن بيحكوا لهم بتتلاقوا في الجنه. انا بطلب هويه، بدي هويه اعمل عليها جواز، عملوا لنا جواز مصفر لكن على الفاضي. الاردن ما بتعمل عليه لم شمل، ومصر ما بتطلعنا عليه. انا من حقي هويه، بدي هويه اطلع اشوف اهلي فيها. احنا 21 سنه، من حقي اشوف اهلي. هذا ابسط الحقوق اللي احنا مطالب فيها.